السلام عليكم البنات. اليوم الموضوع خارج عن الوصفة ولكن كنبقاو دائما في الكوزينة. البنات سولوني في التعليقات عن البهارات او العطرية اللي كنستعمل في الطياب ديالي. هناك جوج الانواع اللي كناخذ، الصدف والشان. وانا كيعجبني الشان لانه عنده بهارات ممتازين، ونوع واحد اللي كنستعمل وكيعجبني بزاف هو هذا النوع، هذا لانه كيشمل جميع جميع شغنقول لك الكفته والدجاج، ولا الدجاج قطبان ولا الدجاج باللحم. الوغ كاينين شي انواع اللي عندهم عطرية غير نوع واحد، مثلا هذا غير نوع ديال الدجاج، هذه الكفته، هذه ديال الشاورما، وهذه ديال الكفته بمطيشه، وهذا النوع هذا ديال السيخ كباب ديال الكفته كذلك. هذا هو شان. انا جربتهم تقريبا كلهم، وغادي ننساش هذا كنستعمله دائما في الرز الافغاني كابيلي با. كما قلنا هاد البهارات هادو الاخرانيين هما كنستعملهم، هما تنقول لهم بالدارجه راس الحانوت او بالانجليش غرام مسالا. كيستعملهم الهنود بزاف، وانا كنستعمله في واحد الطبق ديالي، طبق افغاني بالرز. ودابا نحط لكم الرابط باش تمشيو تشوفوا الوصفه، تسميوها كابيلي بالاو. كما غادي نعاود نقول لكم، انا جربت صدف ما عجبنيش بزاف، وجربت شان عجبني بزاف، وخصوصا كنستعمل هذا النوع هذا لانه كيشمل جميع الاصناف من اللحوم، كفته، دجاج قطبان او دجاج عادي يعني طروفه، ولا دجاج كامله، ولا دجاج اللحم. بالنسبه للشاورما انا مازال واقيلا ما استعملتهاش، هي باقا مسدوده، ولكن هذا النوع هذا جاني بحال فيه كما نقولوا له افتر تيست، ولا فيه شويه بحال نقول له حامض بزاف. هذا النوع هذا لا. والناس اللي خارج الولايات المتحده او في اوروبا ما عندهمش هاد الانواع ديال البهارات، هو بهارات هادو مجموعين فيهم غير العطريه، تيرمريك، الخرقوم تيرمريك، البزار، والحار، يعني مخلطه جميع التوابل. وهو الباكيج كيجي ساهل بالنسبه للطياب، كنستعمل 1 تي سبون و 2 تي سبون على حساب المقادير ديال اللحم ديال اللي عندي كنستعملو. بالنسبه لهذا النوع هذا ماشي عطريه، وانما هو بالنسبه كنستعملو لاصوص ديال اليوغورت، او مكتوب بالعربيه توابل مزيج اللبن، مكتوب الايرانيه الفارسيه والعربيه، مكتوب بالانجليش يوغورت ديب سيزنينغ. استعملته ما نقولش 50%، اوكي. انا كنستعمل في اليوغورت ديبن، يعني داك لاصوص ديال اليوغورت، كنستعمل غير النعناع الجاف. راني سبقت عندي واحد نوع من الوصفات الافغانيه كنت استعملته. فوالا، هادشي اللي كنستعمل هنا في الكوزينه ديالي تقريبا بالنسبه للماكله الهنديه ولا الافغانيه. وبارفو واخا كيكون القطبان مغربيين كنستعمل هذا النوع، وبالنسبه للطاجين العادي داكشي كنستعمل توابل المغربيه، الخرقوم، البزار، الملحه، خرقوم، البزار، الملحه، سكنجبير، والاغلبيه ديال الطياب ديالي كنطيب الافغاني والمغربي مره. كنشكركم بزاف على المشاركه في القناه ديالي، وكنشكر البزنات بزاف 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 على التعليقات. وما تنساوش الناس الجداد يشاركوا وتفاطرشوا.